مرحبا أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 89 من هذا الكورس المميز 1000 كلمة في دقيقتين. كلمة اليوم هي كلمة body. body سوف نتعلم أسرار هذه الكلمة في أمثلة وأهم المرادفات في دقيقتين فقط. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرح. المثال الأول على كلمة body التي تأتي بمعنى جسم، شخص أو كتلة. المثال الأول: It's important. من المهم. Important تأتي بمعنى مهم. Important مهم. Important. It's important to keep and to تحافظ your body in good condition. من المهم الحفاظ على جسمك في حالة جيدة. Good condition حالة جيدة. It's important to keep your body in good condition. It's important to keep your body in good condition. الآن اقرأها معي. It's important to keep your body in good condition. أحسنت. حاول الآن تكرار هذه العبارة 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح، واكتبها في كراسك أيضا. It's important to keep your body in good condition. ممتاز. أما المثال الثاني: He was working on the body of the car. He was working on the body of the car. كان يعمل على جسم السيارة. هو كان يعمل على جسم السيارة. He was working on the body of the car. He was working on the body of the car. كررها 5 مرات بصوت عالي حتى تحفظها. أما أهم المرادفات لكلمة body: frame إطار، frame. Structure هيكل. Individual شخص. Cluster كتلة. جيد. الآن اكتب جملة مستخدمة فيها كلمة body. ضع كلمة body في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى استفاد منها الآخرون أيضا. شكرا لكم على المتابعة. استمروا بالمثابرة وتعلم اللغة الإنجليزية، وانتظروني في الحلقة القادمة بعد قليل مع كلمة جديدة، كلمة board سوف نشرحها بالتفصيل. شكرا لكم وإلى اللقاء قريبا.